يلا روح، الله يوفقك حبيبي. شو انت عم تلعبي معي يعني؟ انت شو عم تعملي ببيتها لجانسو؟ وانت شو اللي زعجك؟ الفرصة اجت لعندي، لقيت شغل بالطابق الثالث شعاعي؟ واكيد عم تخططي لشي، والا ما هذا الشي يبين بالاخير. اهدي شوي فريحة، في عالم نايمة جوا ما هيك؟ رح تفيقي لي عمتي. اسمعيني منيح، انا لحد هلا ولساتني عم سايرك، فهمتي؟ بس امير ما رح يسايرك، وزمانك خايفة مني خافي منه. لك اذا انا قلت لك كل شي، شو هالامير اللي رح ينقذك؟ والله انت عقلك ما عم يستوعب هيك شغلات، لحد هلا ما عم اقدر استوعب كيف كذبتي كل هالكذب. ولا خالي زهرة كانت عم تكتب لك كل الشغلات اللي كنتي عم تحكيها؟ لك راسك بكسر، وها اذا بتجيبي سيرك ماما تاني مرة على فعلك. فريحة، شو انتي لهلا ما رحتي على الجامعة يا بنتي؟ اه عمي، والله انا لهيتها بالحكي للبنت يا روحي. والله انا ما عادت اشوفها بنت حماي، صرنا مثل الاخوات ما هيك يا عمري؟ طبعا لازم تضلوا هيك، مو العيلة بيكونوا مثل الإيد يلي إلى خمس أصابع؟ رح تصيروا كلياتكم مثل الضفر واللحم مع بعض. عم تحكي جواهر يا عمي. وأنا إذا قدرت فوت لأخذ أغراضي من دون ما فيق هاجر خانهم بيكون منيح. تعي، أهلا وسهلا. جهز لك شي؟ شاي، قهوة، ليكي في برك كمان إذا بدك. لا لا، ما بدي لا أكل ولا أشرب شي شكرا، أنا جاي مشان أحكي معك شوي. طبعا تفضلي. هلأ تحت فريحة عم تجيب سيرة أمير شي؟ طبعا عم تجيبها، وبكل الأوقات. إمو الخانم الصغيرة انكشفت وخسرت الفرصة بالحياة الراقية، قام طار عقلها، مشان هيك بتاخد كلتوم على الغرفة وبيضلوا يوتوتوا. إذا بتقدري تسمعي هالوتوتات بيكون منيح. طيب عم تجيب سيرتي أنا شي؟ كيف ما بتجيب سيرتك؟ غيرانة منك وصايرة مثل المجنونة، والله ما فهمت، وصار كل همها أنتي. حتى أنا بلشت تجن لما عرفت أني عم اشتغل هون. هي خايفة منك كتير وصايرة أنتي شغل الشاغل، طبعا بتعرف أنه ما بتقدر تقارن حالة فيكي، وغيرانة منك مشان هداك الشب. قلتي غيرانة؟ قالت شي يعني؟ قالت شي بخصوصنا أنا وأمير؟ هي بتعرف إنه أنتوا عم تلتقوا وعم تحكوا، ويمكن شافتكن بيوم الجنازة كمان وهيك شي، وعلقت الشغلة براسها وشكلها مرعوبة من علاقتكن سوا. خبريها إنه المكتوب ما منه مهروب. لا أنا ما فيني إلا هيك شي أبدا، والله بجوز تنتفلي شعري. طيب بدي أسألك شي، يعني أنت في مشاعر بينك وبين هداك الشاب؟ يبدو أنك عرفان حالك مع مين عم تحكي سهر. أنتي بتكوني هون بالبيت لما بتلزميني، وإذا ما بدك تسمع الكلمة فبلاها، وإذا ما بتسأليني هيك أسئلة بيكون أحسن لك. على كل إن يعطيك العافية سهر. يا شيطاني، بكرة بتشوفي مين اللي رح يحتاج التاني. يمكنك الاشتراك في قناتنا لمشاهدة المزيد من مقاطع الفيديو وتشغيل الإخطارات لتكون أول من يشاهدها.